ظهر رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد النواف متأثرا أثناء إلقائه خطاب نعي والده أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الصبح. بقلوب خاشعة مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، وبقلوب يعتصرها الألم، ينعي مجلس الوزراء والدنا الغالي وقائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة من العطاء والإخلاص والوفاء لوطنه الغالي وشعبه الكريم.